خليني اجي لك رنين برضو. يعني انت برضو ليك قصه بقى طويله شويه. انت طبعا بنت اسكندريه سبورتنج، وبعد كده رحتي جامعه، رحت ولايه كنتاكي، لعبت في جامعه هناك كام سنه؟ 4 سنين. قعدت الاربع سنين كانوا هناك في امريكا، وكنت مأدية اداء كويس. احنا كنا مفاجئينك اديت اداء كويس. خلصت السنه اللي فاتت ورجعتي مصر. بدات القصه زي ما نادي الاهلي. مين اللي كلمك في الاول؟ يعني كابتن علي برضو كان بيتواصل معايا، وبعد ما السيزون خلص انا كنت محتاره افضل في النادي سبورتنج ولا اجي، بس كابتن يعني اتكلم معايا كتير وكده، وقررت ان انا طبعا اي حد شرف لي ان هو يلعب في النادي الاهلي، فكانت خطوه بالنسبه لي ان شاء الله تبقى خطوه. طيب يعني بابا وماما كان رايهم ايه مثلا؟ اسرتك خدتي رايهم؟ يعني قولي لي برده على الكواليس اللي الناس ما تعرفهاش. يعني بابايا كان ليه طبعا ساعد كبير ان هو كان يعني بيسابورت مي ان انا اخد الخطوه. طبعا أهلاوي. هو اهلاوي من زمان، واخويا برضو اهلاوي، فكلهم بقى شجعوني ان انا اروح الاهلي. واكيد طبعا يعني كل اللاعبات اكيد يعني كنت في المنتخب زي ندى برضو نفس الكلام، كنت بتبقوا مع بعض في المنتخب، يعني متهيألي مش حاسه بغربه يعني ما فيش. لا خالص، انا اتمرنت معاهم تمرينه، و يعني كنت هما كلهم صحابي الصراحه، فما كنتش حاسه فعلا بغربه يعني، انا كنت حاسه صحيح. طب انا عرفت ان انت طلعتي من امريكا على رواندا صح؟ ولا رجعت القاهره؟ لا رجعت مصر شويه وبعدين سافرت. قد ايه اتمرنتي مع المنتخب قد ايه؟ اصل انا سمعت ان انت كانت فتره قليله اللي اتمرنتي فيها المنتخب. شهر. مش مكان يعني، يعني قصدي اقول ان انت ما قعدتيش. طب عملتي في كورونا هناك؟ يعني انت خدتي بقى كورونا في عزها في امريكا؟ يعني في امريكا. بس هناك كانوا يعني كان في احترازات على اكمل وجه، يعني في امريكا كانوا كل في الاسبوع كنا بنعمل 3 تحليل الكورونا بي سي ار، والله ما ينفعش ان احنا نلعب ماتشات او تمارين او كده غير لما يكون عاملين التحليل وكله يبقى نيجاتيف. فكانوا يعني. طب وفي الدراسه كانت اونلاين ولا كنتوا بتروحوا؟ لا كانت في حاجات اونلاين وفي حاجات بنروح، وبرده يعني كانت يعني في مثلا لما بنروح الجامعه او حاجه كانت ما كانتش بتبقى الفصل كله بيروح، يعني كان يعني بيبقى 50% 50% بيبقى في شيرنج للموضوع ده عشان ما يحصلش ان يبقى في عدد كبير. بالظبط. بس احنا كنا سامعين الجامعات وقفت، الكلام ده كان صح؟ في يعني اول لما اول لما كورونا بدات وقفت خالص، وبعدين بقى يعني قعدوا بقى اللي هو يعني اونلاين، وبعدين بقى 50%، وبعدين السنه الجايه اعتقد خلاص كله هيبقى هيروح الجامعه عادي. كله بياخد الفاكسين وكله بعد كده هيروح الجامعه خلاص.